إذا عندي لما عندي لوب هون، لوب هذه بقطعها ماجنتيك فلكس، ماجنتيك فلكس خلينا نفترض إنها طالعة من الصفحة. إذا عندي الإشارة هاي معناها out of the page، طالعة من الصفحة. وإذا كانت عندي شكلها هذا الشكل اللي هي مرتبطة بالسهم، السهم هذا كأنه له رأس مدبب والخلفية هون طالع منها قطعتين into the. إذا عندي هذا الفلكس اللي موجود هون، الماجنتيك فلكس اللي موجود، إذا بدأ هذا الماجنتيك فلكس يتغير راح يولد عندي فولتج وبتناسب مع الريت اوف تشينج، قديش سرعة التغير بقيمة هذا الفلكس بير سكند، راح تولد عندي فولتج ما بين الطرفين هذول. وهي الوحدات طبعا كانت تثبت، لو دخلت في الإس آي تثبت إنه في وحدة في بفولتس بتساوي في برز بير سكند. هلا عندي طبعا المهم عندي هو التغير، اذا كان في تغير موجب، يعني مثلا لو جينا اطلعنا هون هلا على هذا الفلكس اللي موجود هون وبدنا نشوف هلا الاشاره اللي موجوده هون حسب لينزز لو والاشاره السالبه اللي موجوده هنا. الاشاره بتقول او العلاقه بتقول انه الفلكس الكرنت اللي بتولد او الفولتج اللي بتولد راح يمشي كرنت في هاي اللوب يعاكس التغير الاصلي اللي سببه، وهذا هو اساس لينزز لو. خلينا نشوف نطبقها هون. خلينا افترض ان الماجنتيك فلكس عندي طالع من الصفحه يعني اوت اوف ذا بيج وانكريسينج. اذا هذا الماجنتيك فلكس طالع من الصفحه وعماله بزيد، المفروض انه احنا نولد كرنت يعاكسه، حتى مش هيك؟ حتى يعاكسه وين بده يكون؟ داخل بالصفحه. حتى يكون داخل بالصفحه وين لازم يكون اتجاه الكرنت؟ يكون اتجاه الكرنت بهذا الاتجاه. حتى الكرنت يمشي في هاي المقاومه بهذا الاتجاه، وين لازم يكون الفولتج؟ اشاره الفولتج حتى الكرنت يمشي في المقاومه في هذا الاتجاه، وين لازم يكون البوزيتيف؟ هذا بيكون بوزيتيف وهذا نيجاتيف. واضح ليش؟ حتى الكرنت يمشي في المقاومه بهذا الاتجاه. يعني لو تخيل عندك دائره هون فيها بطاريه وعندي هون مقاومه، البطاريه هي وين الموجب تبعها؟ البليت العريضة، مش هيك؟ هيك سالبة، وين الكرنت راح يمشي في البطارية؟ بهذا الاتجاه، مضبوط؟ إذا عندي أنا هون إذا الفلكس طالع من الصفحة وانكريسنج اللي عماله بسبب الفولتج، إذا راح يتكون يتولد كرنت يحاول يعاكس، مش هيك؟ بناخذ قاعدة اليد اليمنى بمشيها على الكرنت، وين بصير الفلكس؟ داخل بالصفحة. إذا الفلكس اللي ناتج عن الكرنت اللي نشأ راح يحاول يعاكس الفلكس اللي سببه. حتى الكرنت يمشي بهذا الاتجاه لازم تكون هذه بوزيتيف وهذه نيجاتيف. خلينا ناخذ الحاله الثانيه، لو كان الفلكس طالع من الصفحه وديكريسينج، اذا الفلكس طالع من الصفحه بس عم بقل، انا بدي امنعه انه يقل، شو وين بدي اوجه هذا الفلكس طالع من الصفحه عشان يمنعه انه ينكريسينج؟ بدي اعكس الحركه هاي حتى يكون هذا بهذا الشكل طالع من الصفحه الفلكس الانديوست. اذا وين الكرنت لازم يمشي؟ بهذا الاتجاه. اذا الكرنت بده يمشي بهذا الاتجاه وين لازم يكون البوزيتيف؟ بهذا الشكل، مضبوط هيك؟ اذا ونفس الشيء عندي لو اخذت مثلا واحده من الحالات المعاكسه، لو كان الفلكس داخل في الصفحه وانكريسنج، لو فلكس داخل في الصفحه وعماله بزيد بدي امنع انه يزيد بداخل الصفحه، وين بدي احط الفلكس؟ كيف بيعكسه؟ اذا هو داخل الصف وعم بيزيد معناها يعني هو هيك بهذا الاتجاه وعم بيزيد، انا بدي اعكسه بهذا الاتجاه، مش هيك؟ واضحه فكره انه الانكريسنج وديكريسنج؟ يعني لو واحد متجه علي بهذا الاتجاه وعماله بيمشي باتجاهي، لو انا بدي اقاومه وين لازم اعمل؟ عكسه، بدفشه، مش هيك؟ لكن لو هو جاي علي وسرعته عمالها بتقل، شو بعمل فيه؟ بسحبه، مش هيك؟ فمهم اني اعرف اتجاهه بالصفحه، ومهم اني اعرف انه هو انكريسنج ولا ديكريسنج، يعني كل لحظه حتى نطلع الاشاره. هذا بفسر تفسير لينزز لو بالنسبه للبولاريتي تبعت الفولتج اللي بتكون.